أكد الدكتور راشد بن محمد بن فطيسل الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية على أهمية مؤتمر التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية، والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في مكة المكرمة لمعالجة القضايا والاستفادة من أهل العلم المشاركين فيه. جاء ذلك في تصريح للهجري لوكالة الأنباء السعودية، حيث أشار إلى أن مؤتمر تواصل وتكامل من المؤتمرات المهمة التي تهدف للنهوض برسالة المؤسسة الدينية في ظل التحديات المعاصرة، مضيفا أن المملكة قائدة للعمل الإسلامي في جميع القضايا السياسية والدينية والفكرية، وهي حريصة على الاستقرار والسلام لجميع دول المنطقة. بيّن الهجري أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة تطلع بدور كبير في معالجة وتصحيح الأخطاء في الساحة العلمية والفكرية من خلال نشر الوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف والإرهاب.